بسم الله الرحمن الرحيم. عملية تحديد الريسبونس للسيستم تعتمد بالدرجة الأساسية على نوع السيجنال داخل السيستم، يعني تعتمد على نوع الإمبلس. بالنسبة لي غالبا ما نتعامل أو ما يتم ذكر مثلا الإمبلس ريسبونس، أنه أوجد الإمبلس ريسبونس، أوجد الستب ريسبونس. زين، باعتبار هذول الدالتين هم يعتبرون هما أكثر الدوال استخداما خاصة في مجال الفلترز، أضف إلى ذلك الوضع الخاص بالنسبة لهذول الدالتين أو للفانكشنز هذول يعطيهم فد ميزة. فبالتالي بهذا المقطع راح نحدد كيفية إيجاد الريسبونس للسيستم ريسبونس بصورة عامة، اعتمادا إذا كان عندي مقدار قيمة الإنبوت محددة. فبالتالي خلينا نبدأ أولا كيفية تحديد الإمبلس ريسبونس، كيفية إيجاد الستيب ريسبونس، وبشكل عام كيفية إيجاد الريسبونس للسيستم. أوكي، النقطة رقم واحد انه الامبلس ريسبونس اللي هي خلينا نسميها الاتش اوف ان للديجيتال سيجنال بروسيسنج سيستم، اللي راح نسميه الى ترانسفير فانكشن اتش اوف زد، يمكن ايجادها عن طريق حل الدفرنس ايكويشن مالتنا متى ما يكون الادخال مالتي هو عباره عن امبلس انبوت. او بشكل عام نقول الامبلس ريسبونس هو الريسبونس للنظام عندما يكون الادخال مالته هو عباره عن اليونت امبلس فانكشن اللي هي دلتا اوف ان. يعني اذا كان عندي مقدار قيمه الادخال اكس اوف ان تساوي لي دلتا اوف ان، زين الريسبونس للسيستم راح يكون هو عباره عن الامبلس ريسبونس، بمعنى انه الواي اوف ان مالتي اللي هي الاوتبوت، من نقصد بالسيستم ريسبونس نقصد به الاوتبوت مالتنا، فهو الواي اوف ان. الواي اوف ان راح يكون هو عباره عن الريسبونس للنظام ما يكون عندي ادخال هو اكس اوف ان تساوي دلتا اوف ان. طيب، اليه الحل اولا انه اوجد الريسبونس مالتي بالزد دومين، يعني اوجد الواي اوف زد اللي هو عباره عن الاتش اوف زد في الاكس اوف زد. وبما انه الزد ترانسفورم او تحويل الزد للادخال عندما يكون دلتا اوف ان، تحويله الدلتا اوف ان واحد، فبالتالي راح يكون عندي ان الواي اوف زد هو يساوي لي الاتش اوف زد. لذلك راح اقول انه الاتش اوف ان هي تساوي لي الواي اوف ان تحت هذا الشرط، يعني متى ما يكون عندي الادخال اكس اوف ان تساوي لي دلتا اوف ان، اذا الاوتبوت مالتنا الواي اوف ان راح يكون هو مساوي للاتش اوف ان، لذلك سميناه بالامبرس ريسبونس. اذا هسه الخطوه رقم واحد هو ايجاد الاوتبوت للسيستم بالزد دومين، اثنين استخدام الانفيرز ترانسفورم لايجاد الاتش اوف ان او لايجاد الواي اوف ان. الاليه مالتنا بنفس الاسلوب راح اطبقها لايجاد الستيب ريسبونس اللي هو الاوتبوت مالت السيستم او الريسبونس للنظام متى ما يكون الادخال مالتي هو عباره عن ستيب انبوت او يونت ستيب فانكشن. زين، فبالتالي نفس الكلام هنا، اوجد اولا الواي اوف زد اللي هو عباره عن الاتش اوف زد في الاكس اوف زد. الاكس اوف زد هالمره ايش راح يكون عندي؟ اقول بما انه الاكس اوف زد هي عباره عن زد ترانسفورم للادخال، والادخال هو يو اوف ان، واليو اوف ان التحويل مالته هي زد على زد ناقص واحد. اذا هسه اذا اريد اوجد مقدار قيمه الواي اوف زد يكون هو عباره عن الاتش اوف زد مضروب في قيمه الاتش الاكس اوف زد اللي هي هذه. بالخطوه السابقه اللي هي هذه مقدار قيمه الاكس اوف زد او تحويله الزد ترانسفورم للدلتا اوف ان هي عباره عن واحد، لذلك اصبح عندي مقدار قيمه الواي اوف زد هو اتش اوف زد، ومن اوجد الريسبونس الواي اوف ان يكون مساوي للاتش اوف ان. هنا الامور اختلفت باعتبار انه مقدار قيمه الاكس اوف زد للواي اوف ان هي زد على زد ناقص واحد. اذا من اجي اطبق المعادله مالتنا هسه اللي هنا، اقول اذا الستب ريسبونس اللي هو الاوتبوت للنظام او الريسبونس للنظام اللي هو الواي اوف ان يساوي لي الزد انفرس للواي اوف زد. الواي اوف زد اللي هو منه اتش اوف زد في الاكس اوف زد. الاكس اوف زد هذه قيمتها اللي هي زد على زد ناقص واحد. اذا بعد ما ابسط هذه المعادله اوجد الانفرس ترانسفورم حصل على الستب ريسبونس. طيب، بشكل عام انه اول خطوه حتى اوجد الريسبونس للنظام، اولا كلمه ريسبونس تقصد بها بالان دومين او خلينا نسميه بالتايم دومين وليس بالفريكوانسي دومين. اذا الخطوه الاولى لازم اوجد الواي اوف زد بالفريكوانسي دومين او بالزد دومين عن طريق ضرب الاكس الاتش اوف زد في الاكس اوف زد، وبعدين انه انا اوجد الانفرس زد ترانسفورم حتى اطلع الواي اوف ان. طيب، فبالتالي نقول انه جنرالي بصوره عامه متى ما يكون عندي الترانسفير فانكشن للسيستم معلوم والزد ترانسفورم للانبوت معلوم، نكون قادرين على ايجاد الريسبونس للسيستم الواي اوف ان عن طريق ايجاد الانفرس او تطبيق الزد ترانسفورم انفرس للواي اوف زد لايجاد مقدار قيمه الواي اوف ان حسب هذه القاعده. فبحيث نقول ان الواي اوف ان اللي هو الريسبونس للنظام هو عباره عن الانفرس زد ترانسفورم للواي اوف زد اللي نحسبه حسب هذه القاعده.
طيب خلينا ناخذ مجموعه امثله. عندنا مثال، المثال التالي انه given a transfer function لنظام موصوفه بالمعادله التاليه. عندي الاتش اوف زد هي عباره عن زد زائد 1 على زد ناقص 0.5. اوجد الامبرس سبونس، يعني على الرغم انه كاتب لي اوجد الامبرس سبونس اتش اوف ان، المقصود هو اوجد الواي اوف ان، لكن مثل ما ذكرنا قبل قليل لانه الاكس اوف ان تساوي لي دلتا اوف ان، والدلتا اوف ان تحويلتها واحد اصبح الواي اوف ان يساوي لي الاتش اوف ان. طيب المطلب الثاني، اوجد الستيب ريسبونس اللي هو الواي اوف ان عندما يكون الادخال يو اوف ان، وثلاثة اوجد الريسبونس للنظام اذا كان الادخال موصوف بالمعادلة التالية. طيب خلينا نبديهم واحد واحد. هسه اولا حتى اوجد الامبرس ريسبونس، آلية الحل مالتي راح تكون بالشكل التالي. المعادلة اللي موجودة عندنا الـ H of Z أقسمها على Z. طبعا الغرض من هذه هو استخدام مبدأ الـ Partial Fraction لإيجاد الـ H of N، أو يعني طريقة من طرق إيجاد الـ Inverse Transform هو استخدام مبدأ الـ Partial Fraction. فبالتالي هسه أولا راح آخذ الـ H of Z، طبعا هذه الطريقة أنا شارحها في موضوع الـ Z Transform، ضمن القناة موجود شرح كامل لكيفية إيجاد Z Transform بانواع الدوال وكيفيه ايجاد الانفيرس باكثر من طريقه، طريقه القسمه الطويله، طريقه البارشال فراكشن، طريقه الخصائص، شارحهم بالتفصيل، الطالب يقدر انه يرجع لهم ويفهمهم بالتفصيل. فهسه الخطوه رقم واحد، راح اقسم الاتش اوف زد كمعادله ككل على الزد، اصبحت المعادله مالتي زد زائد واحد على زد لانه هذه هنا قسمنا عليها. هذه راح تكون اقسمها الى جزئين، طبعا هذه حسب خصائص وطريقة البارش فراكشن. هذه هنا أنا عندي A على البول الأول و B على البول الثاني، هذا البول الثاني. طيب وظيفتي أنه استخرج قيمة الـ A والـ B، قيمة الـ A والـ B راح استخرج قيمة الـ A، قيمة الـ A استخرجها عن طريق هذه المعادلة، أقول أنه مقدار قيمة الـ A تساوي لي مقدار قيمة المعادلة مالتنا هذه ككل، طبعا بعد ما اضربها في مقدار قيمة المقام مالت الاي، شنو المقام مالت الاي؟ زد، فاضربها في زد تختصر زد مع زد، محسوبة عند قيمة زد، عند قيمة زد تخلي لي اياها تساوي صفر، او عندما يكون المقام يساوي صفر، يساوي صفر متى ما يكون مقدار قيمة زد يساوي صفر، فاحسبها يطلع عندي مقدار قيمة الاي ناقص اثنين. نفس الكلام للبي، قيمة البي تساوي لي قيمة المعادلة مالتنا مضروبة في المقام مالت البي، زين، عندما قيمة الزد تساوي لي 0.5، باعتبار عندما زد تساوي لي 0.5 فالمقام يساوي صفر، طلعت قيمتها 3. بعدها ارجع للمعادلة، اذا قيمة الـ H of Z على زد تساوي لي قيمة الـ A عوض بقيمتها سالب 2، قيمة الـ B عوض بقيمتها 3. الخطوة اللي بعدها سأضرب المعادلة كلها في زد حتى تخلص من الزد هذه اللي قسمت عليها، صارت عندي هذه المعادلة. هسا ادخل الزد على الحدود، صار عندي سالب 2 على زد مع زد تروح سالب 2، عندي هنا 3 زد على زد ناقص 0.5. هسه الخطوة النهائية انه انا استخدم الخصائص حتى احصل على الـ H of N، يعني استخدم الـ Inverse Transform لإيجاد الـ H of N. الطريقة الأسهل هي طريقة الخصائص، يعني هذه هي عبارة عن سالب 2 مضروبة في 1، سالب 2 كونستانت، الواحد هو عبارة عن تحويلة دلتا of N، يعني إذا كان عندي دلتا of N تحويلتها 1، إذا أريد أرجعها بالعكس أقول الواحد هو دلتا أوف إن. طيب هذه 3 زد على زد ناقص 0.5، عندي 3 هذه كونستانت، فزد على زد ناقص 0.5 راح تكون المعادلة مالتي إنه مقدار قيمة الـ H أوف إن تساوي لي سالب 2 في دلتا أوف إن زائد 3. إذا أنا عندي هي عبارة عن تحويلة اليونين ستيب، راح يكون عندي مقدارها زد على زد ناقص، هنا كان عندي 1 هنا عندي 0.5، إذا هي عبارة عن 0.5 يعني أوس إن في اليو أوف إن، هذه حصلت على الـ H of N اللي هي تمثل الامبرس سبونس في حال ادخال مالتنا دلتا اوف N. انتقل الى الخطوه الثانيه اللي هي ايجاد الستب ريسبونس، بمعنى انه ايجاد الريسبونس متى ما يكون الادخال مالتي هو يو اوف N. هنا نفس الكلام، اولا اوجد الاكس اوف Z هي Z على Z ناقص 1، هالمره اوجد الواي اوف Z X اوف Z في ال H of Z وتساوي، عندي معادله ال H of Z هو مطيني اياها بالسؤال هذه قيمتها، اضربهم في ال X of Z. طيب هسه انتقل لاستخدام طريقة البارشل فراكشن حتى انه اقسم المعادلة مالت y of z على z، اوكي، صار عندي z زائد 1، هنا راح يختصر هذه z مع z اللي راح اقسم عليه باعتبار هذول المضروبين، عندي هنا قوسين الاي على القوس الاول بي على القوس الثاني، زين،
وطبعا هنا هذه الحالة نسميها حالة ال بولز ديفرنت بولز، عندي أقطاب مختلفة زين وغير مكررة، لأنه طريقة البارشال فراكشن تعتمد على عدد الأقطاب ومكانهم وتكرارهم، فعندي أكثر من حالة. هذه الحالة اللي هي الحالة الأولى زين. فبالتالي هسه هنا أنا راح أرجع أحسب قيمة الأي بنفس الطريقة، هي تساوي لقيمة الفانكشن مالتي هذه ككل مضروبة في مقدار قيمة المقام للأي ومحسوب على قيمة زد تساوي 0.5، يطلع عندي 4. البي أحسبه بنفس الأسلوب، يطلع عندي قيم العفو الأي قيمته سالب 3 والبي 4، أعوضهم هسه بالمعادلة مالتي وأضرب المعادلة كلها في زد، أحصل على الواي أوف زد صار بهذا الشكل. هسه أرجعها لأصلها، سالب 3 اللي بحدها هذه زد على زد ناقص 0.5 هي 0.5 أس إن في اليو أوف إن، زائد الأربعة هذه كونستانت، هذه زد على زد ناقص 1 هي اليونت ستيب، صارت عندي هذه الريسبونس اللي هو الستيب ريسبونس. المطلب الأخير هو إيجاد الريسبونس عندما يكون الإدخال هو عبارة عن 0.25 أس إن في اليو أوف إن. فهسه أول خطوة أوجد الأكس أوف زد، تحويل الزد لهذا المقدار، هذا هو الكونستانت، يصير عندي زد على زد ناقص 0.25، لانه انا عندي معادله او خلينا نقول فانكشن عامه انه متى ما يكون عندي اي اس ان في اليو اوف ان تحويلته هو زد على زد ناقص اي، فعندي قيمه الاي هي 0.25. اوجد الواي اوف زد، اتش اوف زد في الاكس اوف زد، عندي قيمه الاتش اوف زد مضروب في الواي في قيمه الاكس اوف زد اللي هي هذه، اقسم المعادله مالتي على زد، صار عندي هالشكل. قيمه الاي على القطب الاول نفس الكلام، هنا عندي قطبين، هنا عندي حالة تكرار، عندي قطبين العفو مختلفين لأن هذه 0.5 هاي 0.25، فيكون عندي قطبين غير متكررات ومختلفين، فبالتالي أي على القطب الأول زائد بي على القطب الثاني، يعني على القوس مالته ككل، أحسب قيمة الأي والبي زين، ظهر عندي مقدار قيمة الأي والبي، أضرب المعادلة في زد، صار عندي قيمة الأي طبعا هذه هنا 6، قيمة البي سالب 5، ضربت المعادلة في 6 في زد رتبتهم، هسه ارجعهم لاصلهم. فبالتالي راح يكون عندي الواي اوف زد هو اللي يساوي لي الواي اوف ان هو الانفرس لزد ترانسفورم 6 على هذه هي 0.5 اس ان في اليو اوف ان ناقص 5 على 0.25 اس ان في اليو اوف ان.